بنتك اسمها ايه؟ ايوه. حضرتك دلوقتي بصي، احنا خدناها دلوقتي، هي معانا، عايزين 200,000 جنيه. نعم. عايزه تسمعي صوتها؟ يا ماما خطفوني من قدام الجامعه ومركبيني عربيه ولابسين اقنعه. الو الو خالته، انت فين؟ ايه اتصلت بيا وبتقول لي ان هاجر عملت حادثه، يلا بسرعه. ايوه امي. ايوه في ايه؟ بقول لك انا ممسوك في مديريه امن الجيزه. ايه؟ عملت مشكله في الجامعه. انا كنت خارج من الجامعه ونزلت الدقي، وفي ناس طلعت عليا ضربوني وخدت التليفون وخدوا مني الفلوس. هتلاقيني فين طيب؟ عشان ده تليفون واحد من الشارع. مش ما بقول لك يا ابني، خدوا التليفون وخدوا كل حاجه. حسام الحقني. حسام اتخبطت بعربيه ومات. فين؟ في قدام الجامعه يا اسطى. والله العظيم، والله العظيم. الحقني بسرعه يا اسطى، انا مش عارف اعمل ايه. خلاص عامل ايه اللي حصل؟ حسام يا اسطى، حسام مات يا اسطى. بتتكلم بجد؟ بتكلم بجد يا اسطى. الحقني. ايه؟ جاي. كذبة ابريل يا محمد. كذبة ابريل. ايه يا ماما حبيبة قلبي؟ وحياة امك يا مامتك ايه؟ النهاردة كذبة ابريل وحضرتك يعني طالعة معانا بصوتك. بقولك ما تخافيش، دي كذبة ابريل، كنت بهزر معاكي. الو يا اسطى. هزار؟ هزار اه. ده ينفع؟ كذبة ابريل يا اسطى وانت على الهوا دلوقتي. اتفضل على كده، احسن بالله عليك. والله يا اسطى انا جيت لقيته بقول كده.